التصور الحكومي للمرحلة المقبلة؟ نعم، يعني عندنا دمج بعض الوزارات. احنا قلنا انهم 19 وزارة، لو ممكن نقولهم حتى يعني سريعا، هم وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون الهجرة، وزارة الأمن الداخلي، وزارة الاقتصاد والتخطيط والاستثمار، وزارة المالية، وزارة الصناعة، وزارة الزراعة والموارد المائية والبيئة، وزارة الطاقة، ودي بتشمل البترول والكهرباء والثورة المعدنية والطاقة النووية المتجددة، وزارة التموين والتجارة وحماية المستهلك، وزارة السياحة، وزارة التعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية، وزارة الثقافة والآثار، وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، وزارة الصحة والسكان، وزارة الأوقاف، وزارة الإسكان والتشييد والمرافق، وزارة النقل والمواصلات، وزارة الطيران المدني، وزارة التنمية والإدارة المحلية والمشروعات الصغيرة. يعني هنا دمجنا بعض الوزارات في بعضها عشان نقدر إن احنا يكون عندنا حكومة سريعة وعندها كفاءة أسرع وأعلى، ونقدر إنه مرفق الدولة يدار بشكل أفضل وبشكل سريع. تمام. يمكن اتكلمنا، حطينا إعلان دستوري بيشمل 20 مادة، يعني أبرز هذه المواد بتتحدث عن يعني أمر يتعلق بتشكيل مجلس ثوري. هذا المجلس يضم كل التكتلات والقوى الثورية. إحنا مش عايزين يرجع يظهر من جديد ائتلافات وحركات و لأنه ده بيضر بشكل الثورة، وعايزين صحيح. نجمع كل هؤلاء الناس في مجلس واحد. هذا المجلس دوره هو الرقابة، الرقابة على أن الأمور تسير في مصر كما يجب وكما كانت تتطلع إليه الثورة. ويعني في البعض حتى بيقترح أن تشرع هذه المجموعة، أن يكون لها حق التشريع ومعاونة رئيس الجمهورية في يعني رؤيته في إدارة شؤون البلاد. تمام. فهي ترفع توصيات وتراقب على أن المرحلة الانتقالية تدار كما يجب، عشان ما نلاقيش أن مصر بعد كده في الفترة الجاية رئيس الجمهورية بينعزل عن ميادين الثورة المختلفة وبينشغل بعيد عنها، ونرجع نلاقي تظاهرات ضد رئيس الدولة. ده أمر خطير، لابد من احتوائه من اللحظة الأولى، ولابد أن ينظر إلى المشروع ده بشكل جدي، لأنه الناس في الميادين وهؤلاء الشباب لديهم رؤى تستحق انها تناقش بشكل قوي وجدي، ومساله مناقشتهم كل ائتلاف او حركه على حده ده ممكن امر بيصعب على الاداره السياسيه. وعشان يسهل ده نجمعهم كلهم في كيان واحد يستطيع ان يكون له صحيح. راي مشترك. فده اقتراح بنقدمه. بجانب ده احنا بنطالب بشكل حاسم هي مساله تعطيل الدستور، وانه لا يجب باي شكل من الاشكال انه نعدل في الدستور الحالي، لان هذا الدستور انتهى وسقط بسقوط محمد مرسي وجماعه الاخوان المسلمين. وبطبيعة الدساتير دلوقتي بقت الدساتير أكثر رشاقة، يعني موادها بقت قليلة، فمسألة إن احنا عندنا دستور 200 وشوية مادة ودستور مش عارف 400 وشوية طب مادة. انت رايك هنا يا طارق ان احنا نرجع لدستور 71 مع ادخال بعض التعديلات عليه، ولا لا، يعني أنا رأيي يتم إنه عمل دستور عندنا جديد؟ احنا محتاجين إعلان دستوري يدير المرحلة الانتقالية، وندي فرصة لعمل دستور جديد يكون 50 60 مادة، لأنه دساتير العالم الحديثة كلها ما بتتجاوزش العدد ده من المواد، لأنها أحكام عامة يعني، وكل الأمور الباقية بتتساب للتشريع والقوانين. فمحتاجين إن احنا نعمل دستور جديد بعيدا عن دستور جماعة الإخوان المسلمين، لأنه هذا الدستور انتهى. بجانب ده لابد، وهنا أنا للأسف هستخدم كلمة الإقصاء، لابد من أجل مصلحة مصر العليا أن تقصى بعض الوجوه من أنها تظهر في المشهد السياسي الآن، زي المستشار بيجاتو اللي ظهر امبارح في رئاسة الجمهورية، زي يعني بعض الأشخاص اللي محسوبين على نظام الجماعات الإخوان المسلمين ومن قبله يعني وما قبله. احنا محتاجين تجديد الوجوه عشان ما نقعش في نفس الاضطرابات اللي حصلت قبل كده. محتاجين الأشخاص دول هم اللي يقوموا بالدور ده، وهم اللي يقعدوا في البيت عشان نقدر ان احنا نبدأ بداية جديدة. وده مش إقصاء، وإنما المرحلة تتطلب وجوه كلها تنتمي إلى الميدان عشان ما يحصلش تشرذم واختلاف. طب ويعني في الجزئية دي طارق، مش شايف ان ممكن حد يعني ليه توجه اخر ممكن يقولك طب ما هو نفس الكلام او نفس الامر ينطبق على السيد عمرو موسى، السيد حمدين صباحي، نعم، السيد دكتور محمد البرادعي، وان هذه الشخصيات وجوه قديمة ولازم نستبدلها ونجيب وجوه اخرى؟ طيب، هذه الوجوه لم تكن في السلطة. كل الوجوه اللي كانت في السلطة في نظام مبارك ونظام الإخوان بالتأكيد احنا ضد انها تظهر في السلطة من جديد في 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 وضعنا الحالي. لكن انت بتتكلم اذا كان حمدين صباحي او دكتور هم لم يكونوا في السلطه، ولا في عهد مبارك ولا هم، ده مش امر وارد. لكن احنا بنتكلم على مثلا المستشار بيجاتو، مع كل الاحترام هو كان جزء من نظام جماعه الاخوان المسلمين، حتى لو لعده لمده لا تتجاوز يعني شهور، هو تقريبا اعتقد مع حتى ما كملش شهر يعني في الوزاره، الا انه يعني محسوب على هذا النظام. طب انا بخاف اتفضل.
بخاف ان احنا نستفز مشاعر الثوار، لانه الناس حاسه انه في بدايه جديده، لابد من اختفاء كل الوجوه القديمه عشان نقدر ان احنا نطلع لقدام. طب انت شايف في جزئيه طارق الفكره او يعني التحدي في ان احنا نشيل شخص ونجيب شخص مكانه، ولا ان احنا نرسي مبادئ وقيم ايا كان الاشخاص اللي هينفذوها، بس تبقى هذه القيم والمبادئ واضحه للجميع؟ طيب انا محتاج انه الاشخاص دول بنفسهم هم اللي يقوموا بده، انا يعني عشان احنا ما نضطرش لاقصائهم، زي ما المستشار عبد المجيد محمود لقى انه الوضع الحالي يحتم ان يبعد عن المشهد ويستقيل، وده كان يعني موقف محترم. اتمنى من الجميع ان يحذو حذوه عشان نقدر ان احنا ما ندخلش في خلافات ويعني تشرذم. او بجانب ده مساله انهم يعودوا الى المشهد السياسي من جديد، قد يعني الامور تاخد مجراها الصحيح. اللي احنا محتاجينه في اللحظه دي هو ان يوضع النظام السليم وياتي من ياتي. صحيح. يعني يوضع دستور ونظام سليم وياتي من ياتي لاداره حكم البلاد. طيب هنتوقف عند النقطه دي ونرجع نستكمل لقائنا، بس بعد ما نروح للعالم.